ملفت وحضور متميز للدكتورة أسماء معنينو، طبيبة اختصاصية في صحة الفم والأسنان، طبيبة خبيرة محلفة معانا اليوم بشكل مباشر بحضور مباشر. أهلا بك دكتورة، مرحبا بك. مرحبا لله، صباح الخير عليكم، صباح الخير المستمعين الكرام. عواشك مبروكة بالصحة وبالعافية. الله يبارك فيك لله، علينا وعليك وعلى جميع الأمة المغربية والإسلامية إن شاء الله. إن شاء الله. إذا دكتورة أسماء معنينو، أولا كنرحبوا بك. موضوعنا هو بشكل عام يعني للحفاظ على صحة الفم والأسنان، أو الأسنان تبقى سليمة وصحية، كاينين بعض الخطوات اللي ممكن الواحد يمشي عليها، وخصوصا كنعرفوا أن شهر رمضان هو شهر غفران، وشهر كذلك لبعض المشاكل اللي كتبان، مثلا الفم والرائحة الكريهة، الفم أو الأسنان كذلك الحساسية. فكاينين هاد المشاكل اللي ممكن معاك دكتورة أسماء معنينو نعطيه نصائح للمستمع الكريم. مرحبا. فعلا في شهر رمضان تتكثر عند الناس الحالة ديال الرائحة الكريهة، ولكن كاين واحد المبدأ هو سهل وبسيط جدا. إنسان لكان تنظف الأسنان دياله بطريقة متواصلة ما يمكنش يوصل للرائحة الكريهة، باستثناء الناس اللي عندهم مشاكل ديال الجهاز الهضمي في بعض الأحيان، أو المدخنين. نعم. إذا إلا كان الإنسان تيحك سنانه بصفة منتظمة ما غيمكنش يكون عنده رائحة كريهة. ياك. إلا كانت إلا راكين مشكل. يا إما ما تيحكش. يا إما مجموع له لو طخطخ، واحد التراصب ديال الأطعمة. ترصبات. اللي كتبقى كتقصاح مع المدة. مع السنين. وهذيك ولا بدها مادام تتضغط تتراكم وتضغط على اللثة وعلى العظم ديال الفكين، حاجة طبيعية أنا غادي تتعطي حكاريها. دكتورة انت يعني بشهادة ديالك يعني قلتي نبي أني أنا ما كنغسلش فمي في شهر رمضان؟ لا. النظام شنو هو؟ شنو هو الأساس ديال تنظيف الأسنان؟ تنظيف الأسنان مر الوجبات. نعم. كليتي تحك سنانك. مادام غسلتي سنانك مر المور الاكل. ما غتبقى حتى شي بكتيريا، ما غيبقى حتى شي اطعمه تبقى تما، لان تقدر تعطينا شي رائحه كريهه ولا شيء من هذا القبيل. اذا الا كنتي كتحك سنانك عاديا وزعما بطريقه منتظمه مور كل وجبه، ما يمكنش تكون عندك ريحه فيهم نهائيا. نهائيا هذه. نعم. اذا من وراء الفطور الواحد فاش كيفطر او لا كيزيد كيتعشى، ملي كيتسحر هنا فاش ممكن يقدر يغسل سنانه دكتوره؟ معلوم. والغد لي يقدر يتوضا عادي الوضوء ديالو، عادي مضمضه عاديه ما غتكون حتى شي رائحه كريهه نهائيا. كنقول الا الناس اللي هما كيدخنوا او عندهم مشكل في جهاز الهضمي، كيكون الجوف ديالهم يعني فيه ريحه، واحد كثير واحد كثره الافرازات الحامضيه. نعم. هادشي نعم. غادي يكون حل المعده ديالهم او المسطره ديالهم تتلقوا واحد الحامض هو كثير ويقدر ياثر على الريحه ديال الفم، كتسمى لاليتوز، يعني واحد المرض ديال الرائحه الكريهه ديال الفم. نعم. كتكون كرونيك مزمنه. نعم. دونك هي اللي تقدر دير هذه الرائحه هذه، اما الا كان سنان منتظم ما كاينش مشكل. نعم. في شهر رمضان واش كتقل الزياره للطبيب الاسنان؟ عموما الناس كتخوف. ياك. كتخوف، كتقول كيدوز ليها الشريق ولا خافوا من البنج. نعم. البنج كيفطر، هذه هي الفكره اللي عند الجميع عند عامه الناس. نعم. البنج كيفطر، غادي تدوز لي شي حاجه. نعم. في حلقي. نعم. الدم غادي يسير لي غادي يفطرني. شحال واحد كيوقف يعني المعالجه ديال الاسنان ديالو في شهر رمضان. هذا ممكن يسبب مشاكل من بعد دكتوره معنينو؟ كاين بعض المرات كتكون شي مسائل مستعجله ما غيمكنلكش تخليها حتى يسالي رمضان، ما يمكنش. نعم. عندك الالام. عندك الدم اللي تيسيل الانسان عنده مشاكل في اللثه ديالو. نعم. وكيفاش غادي يدوز له هذا رمضان الا هو الدم ديالو تيسيل دائما؟ نعم. وتيبلعو هذاك حتى هو راه كيفطر. نعم. اذا نعم. لابد من ما كنتوقفوش، تنخدموا في النهار بواحد الطريقه عاديه جدا. ما كاين حتى شي مشكل، وكنحرصوا معلوم على انه ما يدوز حتى شي حاجه. أيه. في الحلق. هذا زعما اون في نوتخ ميو، كنشوفوا نديروا ما امكن. اييه.
الحمد لله ما عمرنا فطر شي حد حتى العياده بعدا. نعم يعني في الفطور حنا كنعرفوا كتواجد مثلا في هذه الوجبه هذه بعض مثلا يعني المواد الغذائيه، نقولوا منها ما هو بارد ومنها ما هو سخون. هنا كيوقع داك لو شوك للسنان ديالنا ولا اللتة ديالنا، كيفاش نخرجوا من هذا لو شوك دكتوره؟ وباش ممكن يعني ننصحوا الناس اللي عندهم ونركزوا اللي عندهم مشاكل في اللتة ديالهم اللي كتسيل بالدم مثلا بنهار. D'accord. Donc, les variations de température, donc le tibial, le sroun, le bar, ou le bar de sroun, اي ماتير اي ماده غطيها ودرتي على الحاجه السخونه والحاجه البارده في واحد خاص يكون داك الفرق بين لي تمبيراتور، يكون الفرق بين لي تمبيراتور يكون عالي بزاف في الدرجه، غير كاس غير كاس ديال غتكب فيه اتاي لقيتي فيه الماء بارد وكبيتي غادي يطرطق. دونك السنان كيمكن لهم يتشقوا سي لي فيلور، ماشي كيتهرسوا انما تيكونوا فيهم شي شقيقات. واحد يحاول يبعد ما بين تناول حاجه سخونه بزاف والحاجه البارده بزاف، غير لو طون دو ملي يرجعوا السنان لا تمبيراتور امبيونت، يعني ملي يرجعوا السنان داك السخونيه اللي عاديه ديالهم العاديه ديالهم. نعم نعم. بالنسبه للتة لا ما كاينش تاثير على اللتة نهائيا بالنسبه للسخون او للبارد، اذا السنان هي المتضرره بالدرجه الاولى. وهالتشققات شنو ممكن تجيب من بعد دكتوره معنينو؟ كيمكن لها تعطيك واحد الحساسيه شويه مفرطه، اييه كتولي كتحس بالبارد بزاف، كتحس بالسخون بزاف، هذا هو اللي يمكن لهم يديروا. نعم. طيب ندوزو لوليداتنا دكتوره معنينو، يمكن كذلك اللي هما يعني الشق يعني الكبير في حياتنا واللي كنفكروا لصحتهم كنفكروا لسنانهم، يمكن الاخطاء اللي درنا حنا ما كنبغيوش ولادنا يديروها. طيب الوليدات وشهر رمضان، حنا كنعرفوا الوليدات ملي كيصوموا داك النهار الاول ولا النهار الثاني بالتشجيع ديال العائله وهذا، فسنيناتهم كيفاش نحافظوا عليهم بوندون هاد التوقيت هذا وهاد شهر رمضان هذا؟ بنفس الطريقه اللي كنحافظوا على سناننا حنا. نعم. حنا الكبار بنفس الطريقه، تنظيف الاسنان وراء الوجبات. نعم منتظم وراء الوجبات وصافي. الوليدات اللي فاطرين يعني نفس النظام، ثلاثه المرات ولا جوج كل مره تلقاي قصرنا. من قبل كانت الدراسات كتحث على انه خص تنظيف الاسنان يكون ثلاثه مرات في النهار، دابا شي دراسات جديده علمات قالوا بانه جوج المرات كافيه. نعم. جوج المرات غير تعطيه الوقت الكافي وتحك بالطريقه اللي هي نعم سليمه واللي هي اللي كيحثوا عليها. اي متفق عليها. اللي متفق عليها دابا راه كاين دي كومبان دو بوبيستي، كاين حملات توعيه في المدارس، فهذا يعني الدراري الصغار الى واخا يكونوا الوالدين ما واعيينش بهذا الشيء هذا في المدارس، مدارس اي مدرسه الا وكيدوز فيها واحد الفريق ديال كيعمل واحد الحملات حساسيه وكيعطيوهم باش يحكوا سنانهم، يعلموهم كيفاش يحكوا سنانهم. اييه. الفكره راه واصله. نعم نعم. طيب تكلمتي على الطريقه السليمه باش نفرشوا السنان ديالنا، كنوقعوا في بعض الاخطاء انه ملي كنهبطوا مثلا السنان لقدام كنعاودوا نرجعوا عاوتاني ديك شيته السنان الفوق وشي ما درناه قلتي ليا. طيب ناخذوا منك ويعني ومن تجربتك كيفاش نقدروا نحكوا السنان ديالنا بالطريقه السليمه؟ هذا ويجيني سؤال اخر اللي ما نبغيش يعني انه ينساوه، هو اقتناء فرشه الاسنان. هذا كذلك من يعني من الضروريات، وكنعرفوا ان الاسواق يعني عمرت بواحد الشكل كبير بواحد الانواع وبواحد المواد اللي هي كثيره، فكيفاش وسط هذه الاسواق هذه نختار الفرشات اللي هي مزيانه لسناني؟ طيب نبداو بالسؤال الاول. بالنسبه للسؤال الاول تنظيف الاسنان خصو كاين بزاف ديال المدارس دي كل وحده كيفاش كانت كتقول بطريقه دائريه طريقه عموديه طريقه اللي هو خصو نتجنبوه نهائيا. نعم. هو تنظيف طريقه افقيه اللي كتقبض شيته السنان ديالك وكتنعسها. اييه. وكتبقى تحك سنانك من اليمين للشمال. هذاك هو اخطر ما كاين في التنظيف، لانه في الراس ديال في البدو ديال الجدر ديال السنان تيبقى اليوم وغدا مره على مره تيتحكوا تيتجرحوا. نعم. وكيتجرحوا تيفتحوا الباب للتسوس. نعم. دونك
كاين الطريقه اللي هي دابا معمول بها سي الطريقه من اللثه الى الاسنان. من اللثه يعني حتى اللثه خاصها هي تهبط، خاصها تقاس اللثه وما يكونش الانسان يخاف انه يحك سنانه ويقص اللثه. نعم. حتى لحم السنان خاص تولي اكثر حساسيه، لان هذا هو التفكير كيقول لك تولي اكثر حساسيه من بعد. نعم، خاص يحك الانسان يبدا من اللثه. ايه، هو كيهبط من اللثه كيمشي للسنان، هذا هو الاتجاه. ايه، من اللثه الى الاسنان. نعم. سواء من لي فاس اللي باينين كنشوفوا او من الداخل. نعم. دائما من اللثه الى الاسنان. أيه. الا داك السطح ديال الدراس، السطح ديال الدراس هي داك لي فاس اللي تنمضغوا عليهم، هذوك هما اللي يمكن لك تحكم بنا باي طريقه. المهم عندنا داك الحفيره تيخوا من الاطعمه اللي كتبقى فيها. نعم، هذا هو اللي كاين. نعم، اختيار فرشه الاسنان. اختيار فرشه الاسنان اللي ما خصناش ناخذوا هي فرشه الاسنان اللي معموله بدي فيبغ. نعم، الياف اللي بغينا نقولوا. خصنا نمشيو لوحده اللي هي سينتيتيك، يعني اصطناعيه. حيت كاين بعض المرات دي فيبغ دو سوا ناتشورال، اللي هما هذوك تيعاونوا باش البكتيريا كتزايد كتشتغل مزيان. اذا تناخذوا شي تاع الاسنان سينتيتيك مصنعه وتكون كل واحد كيفاش كيحس. كاين اللي تيقدر على وحده سوبل يعني خفيفه طبا، كاين اللي يقدر على دور قاصحه شويه. نعم، اختيار هذاك الاختيار مهم. شيت الاسنان عندها واحد مده ديال الصلاحيه ديالها. نعم، نعم، اللي هي 3 شهور. كل 3 شهور خاص الواحد يبدل، الواحد يبدل شيت الاسنان. نعم، معجون الاسنان. معجون الاسنان خصنا ناخذوا واحد المعجون الاسنان اللي ما غاديش نبقاو نكثروا على الناس. أيه. بزاف معجون الاسنان نورمالمون. نعم، عادة خصو يكون في 1450 بي بي ام الفلور. خاصة هذه يقراها في هذه المعجون. خصو يقراها. نعم، إذا كاين شي بعض المادات بعض المعجون اللي كيكون ماشي واصل لهاد لهاد النسبة، هاد النسبة هادي. دونك ما تيكونش فعال مزيان. إيفيكاس. نعم، إيفيكاس اكزاكتومون. دونك ما تيكونش فعال مزيان، ولكن نعاود عاوتاني الدراسات تبتات بأنه نقدروا نظفوا سناننا. نعم، بشيتة السنان فقط. نعم، في غياب معجون الأسنان تقدر توقع. غاديش نقولوا عندي معجون أسنان سال لي دونك ما غنحبش. لا لا، وقضي. نعم، قضي، خذ ديك الشيته وخذي حيت لاكسيون ميكانيك. والماء. اي ميكانيكيات ميكانيكيات تقنيه. لو فات انك غادي تحك راه هذاك هو كل شيء. نعم، لو دونتيفريز معجون الاسنان كيساعد. أيه. كيعاون باش حتى تعمل العمل ديالها. نعم، بطريقه احسن. نعم، بلوز افيكاس. نعم، مي يسبو يقدر الانسان شي مره ما يغيب عليه معجون الاسنان ما بقاش كيفاش يديرو، ما يهمش الليل او هذا حتى والماء قديم هو ما هذاك الشيء. نعم، طيب. يعني هناك كذلك يعني نقاش يعني واسئله حول دوك الالوان اللي كيكونوا في الحاشيه ديال الدونتيفريز بحال الرمادي. كاين واحد الالوان اللي كتكون في الحاشيه ديال الدونتيفريز يعني كتعطي كذلك السؤال للمستهلك شنو هي الماده الكثيره اللي كاينه في الدونتيفريز. واش هذه المساله كاينه ولا ما كاينهش دكتوره معني؟ لا، اهم ما عندنا هو لا كونتيتي دو لا تونور ان فلور، شحال عنده ديال النسبه ديال الفلور. من غير هذا الشيء ما كاين والو، ما كاين شي اهميه لهذا الشيء. هذا داك الشيء سي بيغمون كوميرسيال. المحاليل اللي كنشلوا بها فمنا يعني شنو هي الفعاليه ديالها للصحه لصحه الفم والاسنان دكتور؟ هي كتعاون. هي فين كتعاون مثلا؟ كتعاون على باش تداوي اللثه بوغ سيكاتريزي، باش تداوي شويه اللثه. ولكن الا كانت اللثه مريضه فهذاك المحلول راه ما كيصلح لتا شي حاجه. غادي تمشي غادي تقول له عندي مشكل في الفم ديالي، اللثه ديالي تتسلي بالدم، هادي عندي الريحه. غادي يقول لك لا، خذ هذا الباندوبوش المحلول اللي هو باندوبوش. ولكن الا هو ما كان شيء وداخل سليم، الا ما كانش اللثه سليمه. اييه، الا ما كانش القاعده صحيحه ما كتفيد بحتى شي حاجه نهائيا. نعم، دكتور اللثه ونبغي نركز عليها ملي كتكون مريضه، شنو هما يعني الحويجات اللي كيبانوا لكم ولا البدايات ديال اللثه ملي كتبغي تمرض اولا كتكون فيها حساسيه؟ اول حاجه تتحمر بزاف. نعم، بزاف كاع ولا شويه ولا لا كتبدا متوسطه؟ لا، لان بصفه عامه اللثه اللون ديالها غوز وردي. اييه، منين كتبدا تمرض كتبدا كتحمر. اييه، وحتى داك لا تيكستور ديال لا جونسيف داك كيفاش هي عامله اللثه صراحه هي بحال قلتي القشره ديال الليمون. اييه اييه، دونك سي اون بو دورونج بحال مثقبه. ملي كتكون شويه مريضه
كتولي كتقاب كتولي ملسه ملسه كتبان لك تكسيغ وحده ما فيهاش تقيبات. كاين شي علاج يعني اللثه طبعا وممكن يعني انه الواحد يعيش بلا لثه مريضه لانه كاين اللي كيقول لك لا انا داويت ولكن رجعت يعني بهذا المشكل ديال اللثه. اول حاجه الانسان اللي تيكون عنده مرض اللثه اللي هو سواء جنجيفيت سواء شي حاجه بسيطه اللي هي جنجيفيت التهاب اللثه او باودونتوباتي شي حاجه اللي هي اكثر من داك الشيء اللي هي شويه الوضع كيتفاقم شويه على لا جنجيفيت العاديه الالتهاب العادي راه هو ما عنده الا يلجا للطبيب ما عندوش اختيار ما غيقضي له لا دواء لا محلول لا دواء يشربه لا دواء يشلل به او يدهن به خصو يمشي عند الطبيب لان غادي اول ما حاجه غادي يدير هو تنظيف لو ديطارتراج ديجا هذا اول حاجه الا ما دارش هذا كخطه راه حتى شي حاجه ما غادي تنفعو من بعد يدير هذا الشيء هو الاول يمشي عند الطبيب اللي غادي ينصحو شنو خصو يعمل مي ابخي ياخذ ديك الساعه راه الطبيب هو بيديه غادي يكتب له الدواء اللي كيخصو ويستعملو. طيب دكتوره نصائحك يعني للمستمعين والمستمعات خلال شهر رمضان وكيفاش يتعاملوا مع صحه الفم والاسنان؟ نصيحة واحدة التنظيف مهمة. التنظيف ثم التنظيف هو نعم. أساس صحة الأسنان نعم. ما كيش من غيرها لا إنسان يكون تنظف أسنانه بطريقة منتظمة نقدر نأكد لك بأنه ما يحتاجش نهائيا يدير لا ديطارتراج نعم. نهائيا نعم سي بوسيبل ماشي تقول بأن لا بدا خصني ندير ديطارتراج في واحد الوقت أو على واحد هو كيتعمل ولكن إلا كنا في الحاجة ليلو نعم ما محتاجينلوش ماشي مشكل. طيب دكتورة شكرا لك الدكتورة أسماء معنينو طبيبة اختصاصية في صحة الفم والأسنان بسلة وطبيبة خبيرة محلفة خلينك على خير شكرا شكرا لك على الزيارة هذه المباشرة خلينك على خير وعواشركم بروكا صحة والعافية.